اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق المين السعيد تبع المحموديه ومعاكم قناه المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره البقري التربيه مع الحاج خالد مسعود والحاج رضا مسعود. صباح الخير حاج خالد. صباحك ابيض ان شاء الله. الاسعار عامل ايه النهارده؟ الاسعار ببلاش والله. الله هو اكبر. ناقص 4000 جنيه. ناقص 4000. اللهم صل عليك يا نبي. رزق المربي. الرزق المربي. اللهم صل عليك يا نبي. فرصه يا جماعه، العجل نازل 4000 جنيه زي ما قال الحاج خالد. الله هو اكبر. اعمار قد ايه كده حاج خالد؟ سبع شهور. هو عارف ليه؟ عمر سبع شهور يا جماعه، من ست شهور لسبع شهور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله هو اكبر. الله هو اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الاولاني دعم السمح حاج خالد. خالد الاولاني دعم 22000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله هو اكبر. الله هو اكبر. وده ب 20 اللي بريحه. بسم الله ما شاء الله. الاثنين دول ب 30. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللي عايز المال الطيب يا جماعه 18200. الله هو اكبر. واللي ورا ده خد خالد في ريحه ده ولا مش تبعكم؟ 17700. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اسعار النهارده هايله مع الحاج خالد مسعود. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يبخيه على عباده يا رب. اللهم امين ويصلح حال الجميع. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج خالد. معاك حاجه ثانيه يا حاج خالد؟ معاه ربنا. يعني السوق النهارده كويس يا حاج خالد؟ والله من اول السوق. لا الجو ربنا يبخيه على عباده يا حاج خالد. بسم الله ما شاء الله. العالم زاقت من غلا والله. دور الحمى 3 ايام بس اللي عامل عملها بوك شويه. دور الحمى اللي هو 3 ايام دي. ربنا يسترها على عباده يا رب. اللهم امين. ببلاش والله. وببلاش يا جماعه الاسعار. يعني الاسعار بعد بعد العيد نزلت. هتتحسن برضه. كل الجو ما يضطري الاسعار بتتحسن. ربنا يبعده بس. رزق المربي يا جماعه واسعار هايله مع الحاج خالد مسعود والحاج رضا مسعود. الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ادينا الرقم يا حاج خالد. الرقم 010 6 4806 الحاج خالد محمود مسعود يا جماعه. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. المحموديه تجار المحموديه. الله يبارك لهم ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.